23 وذلك في مباراة تعد بالكثير بين منتخبين يعرفان بعضهما جيدا. المزيد من التفاصيل في تقرير هاشم السادة. بعد فوزه بأربع مباريات في البطولة ووضع اسمه ضمن الثمانية الكبار في القارة، جاء الدور الآن لمواجهة تجمع المنتخب القطري حامل اللقب بنظيره الأوزبكي بهدف الوصول إلى نصف النهائي. العنابي بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز أعد العدة جيدا لهذه المواجهة الصعبة التي يسعى من خلالها العنابي إلى التواجد بين الأربعة الكبار للمرة الثانية على التوالي، مستغلا عاملي الأرض والجمهور اللذين وقفا بجانب العنابي في مبارياته الماضية. التقيت بنفس اللاعبين الأوزبكيين المشاركين مع منتخب بلادهم الآن في دوري أبطال آسيا، أعلمهم جيدا وأعرف طريقة لعب عدد منهم، وأستطيع أن أقول إننا مستعدون لهذه المواجهة بما لدينا من خبرة وما لدينا من معلومات كافية عن الفريق المنافس. الصفوف مكتملة والجاهزية على أتمها قبل خوض اللقاء المصيري، حيث يعتبر العنابي هذه المباراة محطة هامة في رحلة دفاعه عن لقبه، على الرغم من صعوبة المنافس الذي عادة ما يقدم مستويات مميزة ويكون ندا قويا عندما يواجه المنتخب القطري. نحن نتوقع مباراة صعبة، وكما كان الحال مع كل مباراة خضناها حتى اللحظة، لقد استرحنا وحضرنا وحضرت لاعبية بأفضل شكل ممكن، ونحن واثقون ونتطلع لأن نقدم أداء جيدا، وهذا كل شيء. مواجهة قوية بين منتخبين يعرفان بعضهما جيدا، فالمنتخب القطري يسعى إلى كتابة التاريخ من خلال تكرار إنجاز عام 2019، أما المنتخب الأوزبكي فيطمح إلى تكرار إنجاز نسخة 2011 بحلوله في المركز الرابع في البطولة التي أقيمت في قطر. هاشم السادة، بي إن سبورتس، الدوحة. هذا ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة مباراة قطر وأوزبكستان على قنوات إيجين كاب 1 و2 و3 على الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، فمتابعة راقية للجميع.